استمتعوا بهذا البرنامج برعاية كوتكس. في كوزينتك كوني انت الشيف وخلي الباقي على كوندور. كوندور prenez votre envol. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية تارتينو. تارتينو كما يحبوا. في هذا رمضان النوري والنورية يطلعوا عليكم في كوزين تعاشور مع جيزي. ماجي على بالك بلي كون طلعنا سلطه اش ندير؟ واش دير؟ نزيد روحي في الخلصه وانت نطلعك رجلاوي صافي هكذا؟ ها انا على بالك كون طلع سلطان واش ندير؟ ايه نطلع انا رجلاوي ودورو ما تشوف. انت حسد انت والله لا حسد ما تحشمش. ها اش بيكم صوتكم واصل حتى لبرا؟ اش فما اش صار؟ شوفي راجلك هيا وسعوا بالكم عاد انتم اصحاب. مش مصحاب كده الله يقطع صاحب قاعد كيما هذا يا هاي به يزي بر مشي المرشي وشري لي كيلو كرافات. اه راني تعرف بك النوريه ترك وهرك مره تاع مصلح كرافات. اما الكرافات مش ليك انت لمن المولاي اخرى مالوت الحبشه راه عرض حبوش لا اي صحيح. اما الضيف اللي باش يجي اليوم عزيز على قلبي ياسر 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 ياخ شكون هو الضيف هذا؟ ما نقولكش. اما انا دربك ما نشريش كرافات. انا نشري لكم ندير الصر. وانت اش دخلك؟ بن عمي. مرحبا بكم في كوجين تاع عاشور حلقه جديده باش نطيبوا كرافات. الضيف زعما شكون؟ اقعدوا معنا ما تزبيوش. السلام عليكم. اهلا اهلا وسهلا بلاحه بن زيان شرفتني نورتني. الله ينورك ان شاء الله. يا مرحبا. الله يسلمك اختي. تفضل اقعد. المثل الشعبي الشاعر يقول عمر ضيفي ما يبور وانا هنايا كيما ضيفتني ربي ان شاء الله يضيفك في الجنه ان شاء الله. يعيشك ان شاء الله يا ربي. شنو هي احوالك؟ الحمد لله. وانت النوريه كي راكي دايره؟ الحمد لله. راني فرحان من شتك والله العظيم. حطينا فرحانه ياسر انك انت الضيف نتاعي. سلمك صحتي. وباش نفرح بيك باش نودك ماكله بنينه بنينه بنينه. اه ان شاء الله. اليوم باش نعملوا كروفيت. الله 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 الله. تحبها؟ نموت على الكروفيت. علاش تحب الكرافات؟ مين ناكل كرافات نحس باللي اليوم دينا الاستقلال. واش دخل الاستقلال في الكرافات؟ يعني الحق تاع ربي من عام لعام ناكلوا حبه ولا زوج ولا الغالب. دونك الاستقلال هكا مربوط بالكرافات؟ على خاطرش المثال الشعبي يقول اللحم والحوت غير شوفهم وفوت كي صومت الياقوت وحرز لا تسأل. كل شيء راه غالي نورية ما نجموش نحقو باش ناكلوا هذه الماكلة هذه. إن شاء الله ربي يرحمنا. إن شاء الله يرحمنا ربي. لا خيرة ربي كاينين. إيه ويرزق الناس الكل. إن شاء الله إن شاء الله. وإن شاء الله العبيد الكل نجم تشري. إن شاء الله إن شاء الله. يا سيدي المكونات اليوم سهلة ياسر كرافات والملح والكمون والفلفل الأكحل والسكنجبير والثوم معدنوس ورند وزعيطرة زبدة وطماطم باش نعملها لك حمراء مرقة حمراء الصوص وتجي هايلة. أول حاجة باش نعملها الساعة باش نحط الزبدة هي والزيت يذوبوا شوية يذوب الزبدة شوية باش نجم أنا نسوتي الكروفات فيهم. ايواش يزي باش نحطها مع النار وهاني باش نكمل البقيه انا وياك.
فرحانه ياسر اللي انت حذايا. صحيتي صحيتي. يا بليحه يا بليحه، الناس الكل تحبك، يحبوا بليحه ويحبوا قاده ويحبوا النوري. ها الحمد لله يحبوك على الاخر على الاخر. الحمد لله. شكون ما يحبكش؟ ما كانش اللي ما يحبني. ما كانش اللي ما يحبش. اما ما يعرفوش برشا اللي انت بديت بالمسرح. هي في الحقيقه انا في صغري في الحقيقه انا ولد مدينه وهران. اي وهران زي في وهران، وبويا جات في سيدي بلال يعني في وهران، وين المقر نتاع بلاوي الهواري المغني رحمه الله. اي وانا في صغري كنت نتبع الشيوخ تاع البدوي الشعراء الكبار. كانوا يجمعوا في الطحطحه، كنت نروح انا صغير فيهم كاع ونسمع الكلام نتاع الشعراء. وشنو هي الطحطحه؟ الطحطحه يعني بلاصه ويكون فيها المدادحيه هذوك اللي يلعبوا العلاوي. اي هذه سرح بها يسموها الطحطحه. اي الناس قاعد تجمع تما والقهاوي وكل شيء. يعني وانا نتبع هاد الشيوخ كنت ندي من عندهم الكلام تاع القدم وانا هو صغير. من تما يعني درجه بدرجه اندمجت للمسرح. اي الهاوي. اي فرقه هاويه درت المسرح، درنا دي تورني، خدمنا كل شيء. من بعد في السبعينات. وكيفاش مشيت للمسرح؟ نعم كيفاه مشيت للمسرح؟ خاطرش انا قبل ما نكون في المسرح وقبل ما نبغي المسرح نبغي الشعر الملحون. اي ولكن المسرح عندي صديقي وجاري حبيبي رحمه الله سيرات بومدين. ممثل قدير يرحمه. الله يرحمه. وكان يخدم مع الاستاذ المرحوم عبد القادر علوله. الله يرحمه زيد. نعم كنت نهود للمسرح نتفرج. المسرح جبدني وجبدني عبد القادر علوله الله يرحمه. وليت معاه الصداقه من السبعينات حتى نهار اللي توفى. اي يعني مده 27 عام وانا مع علوله. اي يعني نخدمه في المسرح الهوي. من بعد نقعد عند الشيوخ نبحث في الشعر الملحون ونعاود نولي للمسرح. من ثم دخلت للمسرح نخدم يعني ممثل مع الفرقه المسرحيه المسرح الجهوي عبد القادر علوله. لكن لعبت في عده مسرحيات ولعبت درت عده افلام مع محمد حويدق. اي ومع زكريا في المحطه تاعنا تاع وهران. وخدمنا مجموعه الممثلين تاع المسرح الكبار اللي ماتوا الله يرحمهم. ولكن انا ما بيا بالمسرح ما بيا بالشيوخ اللي مأثر بيا. مغروم بالشيوخ. نعم. وعبد القادر علوله علاش كنت يعني مترابط انا وياه؟ هو يحب الشعر الملحون. كنت دائما نقرا له الشعر الملحون. ايه من نقرا له الشعر الملحون يعني هو انون دراماتورج كيما علوله ويسمع الكلام تاع الشعراء كي داير مستف. ايه واحد العام قال لي قريت له قصيده قال لي يسمى من هذا الشاعر كيما هكذا. انا ماشي دراماتورج. ايه انا تلميذ. خاطر بالشعر يوصف لك كل شيء تتخيل فيها. كل شيء كل شيء مرتبط. ايه كاين هو وكاين ولد عبد الرحمن كاكي رحمه الله. اللي كتب القراب والصالحين. وانت الشعر مغروم برشا بالشعر وتلم الكتب نتاع الشعر. يعني انا كنت من تما اندمجت وليت باحث في الشعر الملحون وليت تلميذ عند واحد يسموه الشيخ علي ولد ابراهيم القلعي يخدم قهواجي في الطحطاحه وكاتب الشعر الملحون. ايه لميت كاع القصائد تاعه تقريبا 300 ولا 400 قصيده تاعه. ايه راهي عندي. هذا قهواجي ماشي قاري ولكن كل شيء عنده من عند ربي. وليت نستعرب بشعر واحد اخرين. يعني ودروك من بعد ولات قول لنا حاجه شعر ملحون باش نحكي. نقول اختي ان شاء الله دوك. ايه؟ نبدا لك ان شاء الله. ايه؟ انا الاولى نشكر الشعر الاول اللي هو الرحم على الشيخ علي ولد ابراهيم القلعي وكان شاعر اللي هو شيخي الى يومنا هذا هو الشيخ احمد بوزيان تاع تيرت. سيتان ديبيوتي مي سيتان غران بويت. هذا يعني قاموس تاع الملحون. كاينه واحد القصيده كتبها وعطاها لي ولكن قصيد تاعها بزاف راه ما عندي بصح هذه اللي عجبتني تاثرت فيا في هاد السنوات اللي فاتوا يعني تنقال على الثقافه. اي ترى الشيخ احمد بوزيان الله يذكره بالخير يقول عند اصحاب الفن سول تاع الفن.
قلت لهم كي راه قالوا في صيبة والله ما هو كيف زمان بمقى مبين غاضع للساحة وطول في الغيبة شاف الناس منه تتخزن خيب الظن فيه لوجات صعيبة أي اسم الأحباب ما باقي له ظن واللي قعدوا صعاب ما ليهم هيبة مسعود اللي مات والحياة محن شاف الدنيا حوالها كل عجيبة واللي عنده نيف قال المتحسن فضل المتشنى على عيش الغلبة الثقافة ما بقى ليها معدن ما هي كيف زمان الروح قريبة ومن حق الفنان يبكي ويأبن يعني هذه القصيدة رائعة لا لا واحد يلزم يكون متفائل رائعة ايه وانا يعني حافظ بالدافع القصيد وكنت يعني صديق بلاوي الهواري وصديق احمد وهبي وكنت بلاوي نمد له الكلمات نتاع الشيوخ اللي ما عندهاش يعني من الشيوخ الكبار معناها عندك مكتبة كبيرة الحمد لله يعني ما نجمش نقول عندي قد اللي مازال نجيب يا سيدي منك نتعلمه ولازم نهار هكا نقعدوا وتعطيني كتب هكا فيهم الشعر الملحون مش نقرا معاك ان شاء الله أيه. وعندي صديقي انا ذاك ثاني يسموه احمد امين دلاي راني نتعامل انا وياه كباحث في الملحون مخرج دواوين تاع الشعر الملحون يعني احنا في وهران نبغوا بزاف القصايد تاع الشعراء خاصه عبد القادر الخالدي بالك سمحتي واحد القصيده كان يغنيها بلاوي بكري من بعد غناها خالد وهران لا على بخته بخت فوالا ولكن الا كنت تسمعي الخالدي وسامحيني على كل حاله اني حبستك على العمل تاعك لا لا الزبده راهي ذابت باش نحط الكرافيت الصوتي ونكمل النوايا ولي كمل خير واه هي القصيده نتاع خالد تفضلي لا مشي تاع خالد نتاع اللي غنيها خالد غناها لا غناها بلاوي الهواري من بعد غناها خالد ولكن خالد صديقي وكبر معايا ولد حومتي ولكن باش تحفظيه ما يبغيش يحفظ يبغي يعني يبغي يقول غير اللي يقول يبغي يقول ولكن مغني كبير عبد القادر الخالدي رحمه الله يقول يا معظم يوم جات منيتي سبغة النجلات بختها زينة البنات في الوجاب الهوارية فاتت نجمة الأوقات فات بعض المزوزية بختها عنقل عراد زينها ما كتبوه غياد مطرودة في الوهاد دا يقوم بها حيحية ما ترجس الصياد قرية علم الحكوية بختها عرم الحداب دايرة كي جاز التدياب تجلب كحلة الهداب بسمايم والعقلية مقوانية الحباب نبكي والحق معايا الله ذاك اليوم سعيدي لقيت فيه شعل قادي بختها نور تمادي ملكتنيك الجنية يرغبها مرادي ومن تلغالي يا سيدي يرغبها مرادي منين تلغالي يا خويا يرغبها مرادي ومن تلغالي يا سيدي دبلت قلبي وحدي كيتي من بختكية حسن وعون الخالدي اللي شافوا في الدنيا واه يا خويا واه إيه تحفظ ياسر شعر نعم وهران يظهر لي عندها تأثير زده كبير عليك وهران المزيانة وهران فيها برشا حاجات خاصة بوهران نعم خليت عندك شخصيتك أنت هكي الوهراني الحر ولكن الوهراني الحقانيين ما بقاوش بزاف في وهران تلقي واحد ولا جوج باش تنجمي تفهمي معاه وباش تقولي له هذا الكلام والشيوخ تاع بكري اللي كانوا في الطحطحة اليوم ما بقاوش كيما روى علولة من المسرح ما بقاش مسرح مسرح خاوي علولة كان يعني كل عامين ثلاثة يكتب مسرحية تشد 10 سنين وكان الجمهور يجي كبير يعني يتفرج اي اما الاشخاص باقي ناس تمشي ناس تجي ناس اما وهران ديما باقية الحمد لله العادات اللي في وهران توا في رمضان الجو اللي في وهران الناس اللي في وهران الناس الطيبة باقي مازالت هكاك وهران نحكي لك تاريخ جا سبق عصري رويته هي الفهم من ناس كبار فيه تكلموا على وهران بكري من ساعة الخلوف تنعاد خبار تاريخ 39 هجري فيه غزانة الظالم ابن الأسوار سانتا كروز دهر بني الكفري من شاو حال معبدها الكفار وهرم أصلها المرسى والحمري سانتا طوان شهد بقي أطهر الله 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 نعم. أنا وياك يظهر لي ليلة كاملة نقعدوا بالشعر شوف الكرافيت حطيت لها ملح وفلفل اكحل نعم. وحطيتها في باش نسوتيوها في الزبده والزيت
والثوم باش نحط طريف، لكن باش نخلي البقيه هنا باش نعمل فيه الصوص، ونحط هذه لهنا في الكرافات. الله 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 باش تكيك الريحه تبدا فيوحه ريحه طيبه. ايه وبعد باش نحط الطماطم. هي في الحقيقه نخرج الكرافات ونعمل صوص، لكن الطريقه هذه زاده سهله وتسهل عليك، تخليها هي تصوتي في عقلها. ومن بعد باش نحط الطماطم والثوم ونمرق في الطنجره باش نمرقها هنا، عرفت؟ ونحط طريف الملح. ايه وهذو ما لفحات نتاعنا، قلنا كمون وفلفل اكحل وسكنجبير. ايه وباش نكمل هذه الزعتره والرند وطرف المعدنوس اللي باش نحطو معاها. شفت هذو ما باش نحطهم انا توا في الطنجره ونخليها باش تطيب، نمرقها بالقدا بالقدا. شوف يا سيدي شوف بلاحه. تحب الماكله انت؟ نعم تحب الماكله. نموت على الماكله. نبغي الكروفات ونبغي البوزلوف. نعم البوزلوف نموت عليه، وخاصه بالمخ تاعه. ايه صح. وفيه الكمون. ها نوريا اش نقول لك؟ واش باش نقول لك؟ كان عرفت راني عملت لك زيد اليوم البوزلوف. معليش خاطر نعاود نولي، عندك. انا ما نطلقش. شنو تولي نفرح كيف تجي هكا ونخليو المرقه نتاعنا الطيب. ايه من مسرح يا بليحة بديت عندك شهرة في التلفزة والأعمال التلفزية. نعم معناها شهرتك يذولي التلفزة أكثر من المسرح. نعم الناس حبوك في الأعمال التلفزية أكثر. يحبوني في الأعمال التلفزية وخاصة في المسرح. يعني في المسرح لعبت ديرول برينسيبو كيما مثل الحال أرلوكان فالي دو ارلوكان لو جو دو لامور اي دو هازار، لعبه الزواج والزهر. هذه مسرحيه تاع ماريفو مقتبسها مراد سنوسي اللي راه الان مدير تاع المسرح تاع وهران. وكنت نلعب انا الدور تاع ارلوكان. ولعبت في ناسين والسلاطين لعبد القادر علوله. ولعبت في تلت كبوب اللي عبد القادر بالقايد. ولعبت في لي ماريونات مع سعيد ميسوم. اللي عندها اليوم عملت الماريونات مع سعيد ميسوم اللي الان راه عندها 76 عام ومازال مندمج مع لي ماريونات. هو الوحيد اللي راه في وهران اللي راه مع الاطفال مع لي ماريونات. نطلب له ان شاء الله الخدمه باللي ماريونات. صعيبه لي ماريونات حاجه كبيره. خاطر باش تخدم يديك تحرك في الماريونات وصوتك حاجه كبيره. ولكن هذا سعيد ميسوم شيخ، هذا يعني ماشي يخدم بيده، يخدم الديكور. هو اللي يدور لي ماريونات، هو اللي يعلم التلاميذ. ولكن عندنا حاجه بركه اللي ما داروهالناش، ما داروناش يعني مدرسه صغيره ولا مقر صغير، واحد كيما هذا سعيد ميسوم يعطوه يعلم التلاميذ يخدموا لي ماريونات. ما كانش هذه. اي عليها الثقافه راهي. هما يصنعوا الماريونات بيديهم. بيديهم هذا يصنعهم بيديهم. يعني ما كنتش تعمل في المسرح؟ وقفت شوي. لا ما دروك يعني كي يعيطوا لي على التلفزيون نكون مريح نخدم. كي نكون عاي ما نخدمش. اي واه خدمت مع حويدق محمد المسلسل تاع كلثوم تاع جميل عراس، وخدمت معاه عايش بالهف وكيفاش وعلاش، وخدمت فيلم في فرنسا تاع دومينيك كابريرا في باري. ومن بعد خدمت مسرحيه تاع ارلو كانفال لعبه الزواج والزهر. ومن ثم حبست وليت نخدم في التلفزيون. يعني يعني لي برودكتور اللي عيطوا لي يعرفوني باللي يسحقوني نبدا نخدم معاهم بالفرحه والسرور. ولكن حاجه خدمتها في التلفزه؟ خدمت مع عده مخرجين ودي برودكتور قطريه، يعني جعفر قاسم. يعني هذا خدمت معاه مثل الحال نقولوا احنا ناس ملاح سيتي. دار البهجه. الاخرى اللي لعبتيها معايا سيت كوم. لعبتش معاك؟ لعبتي معايا في السيت كوم. ما لعبتش معاك حقا، ما لعبتيش تي. يا ربي نوريا لعبت معايا. نوريا تكرني تكرني نتلف. الكبر الكبر. لا لا مازلت راكوش. لا الكبر هو الكبر مرضي الحمد لله. ايوا وراني في عشر الاول عشر الثاني
وعاشور الثالث، واليوم راني ضيف في الكوزينة تاع عاشور يعني، وراني مع خونا يعني القدير العزيز اللي نحترمه بزاف اللي هو شفيق بركاني. يعني كلام تاعه طيب، ونضحك كيما نضحك في الكلمات تاع عبد القادر علوله. يعني على خاطر شان الناس برا في وهران من شافوا عاشور الاول وعاشور الثاني، حاجه الاولى اللي سقسوني عليها يعني قالوا لي باللي قلنا شكون اللي كتب هذا السيناريو. ما سقساوني شكون دار لا ميزون سين. حطينا ديما نسالك شكون اللي كتب. قال لك كيفاش هذا السيد راه يوحي عنده علم خيالي باش وصل اللي قاله لحقناه. سيفري يهضر الواقع صار له كيما الشعراء اللي قالوه لحقناه. ريت اي دروك انايا اليوم راني في عاشور الثالث، وان شاء الله تكون مفاجاه ان شاء الله للجزائر ان شاء الله ان شاء الله. وهذا ما نقول لك، وهذا ما نقول لك. انا نعرف اللي انت تغني بلاحه زيد. نعم. تغني نغني بكري، انا كنت صغير كنت نغني في المسرح. اي متلاصق بزاف ببلاوي الهواري. اي الاغنيه الوهرانيه. الوهرانيه واه. راني محيار يا ناس ما لقيت صبر، عقلي توادر في البحور بين الموجات ديال البحر غامق، جميع من دخلوا ويغرق يبقى مشوق ويحول الساعة للنجاة. الله يحفظ حبيب قلبي لا ريد، علاش نايد نوريك هاد القصات ما شفت عيني، دجيل كيهوني ربي يهديني، الله يغفر ما فات. الله الله الله، شنو هذا؟ نعم. لا بليحة هكا يسر عليا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يسر عليا الحمد لله. بارك الله فيك. انت شوية فيك يقولوا انهم يحبوك. نعم. يلزم يحبوك برشا. انا في الحقيقة وين ما نروح يعني دعوة الخير تاع الوالدين والثقافة، والانسان يكون مربي ويكون مثقف واللي خلاه ما يتبشناش في الزنق، اللي خلاه يقعد بسيط. اي الحمد يعني لله. ما يليقلاش يطير ويقول انا وانا. لا الحمد لله. لا، مادام يخدم، مادام يتعلم، مادام الجمهور يبغيك صاي ما تحاولش تفهم. الحمد لله. كي الجمهور يبغيك، الشعب يبغيك، ربي يبغيك ان شاء الله، والديك يبغوك. شنو هي الدور اللي توا مازلت ما مثلتوش وماذا بيك تمثلو؟ انا 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 في قلبي باش نطلع مسرحيه بالشعر الملحون. اي فيها الغزال. يعني فيها خيمه الناس تهدر على الغزال، وفيها خيمه واحده اخرى الناس تهدر على الوقت الحالي. اي ولكن الوقت والمرض اللي جاني لطف عليك، نطلب ربي ان شاء الله يجيب لي الشفاء ليا والمؤمنين ان شاء الله. ان شاء الله راني داير هذا البروجي باش نوجده، باش الشعب يشوف باللي كلام الشعر الملحون هو المسرح الحقاني ان شاء الله. يحب لي انا مش كرافيت، يلزمني نطيب حاجه تاخذ ياسر وقت باش نحكي معك اكثر، اما الكرافيت تطيب فيسع. نقول لك حاجه، الله يرحم بوك، اذا تبغيني حطي لي كرافيت. الله يفتح عليك. ليش نحط لك توا الكرافيت؟ سي هاي طابت. طيبه طيبه، باش نزينها وباش نحط لك البلا قدامك وباش تتمتع بالكرافيت. الله يمتعك ربي ان شاء الله. الله يمتعك ربي. يعيشك. يعيشك. اقعدوا معنا باش نشوفوا كيفاش نزينوا البلا نتاعنا. بلاحة. نعم. هذه الكرافات اللي انت تحبها طيبتها لك، ان شاء الله تعجبك. ان شاء الله. ان شاء الله. سيربريز باهيه. سيربريز باهيه، وانت بروحك باهيه. وين عندي سيربريز اخرى ليك. ما عادش النوريه هنا طب. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا اليوم بالصحوه في تزيين. يا لله يا لله. سبحان ما يصور عادي مشان، سبحان ما خلق رب العالمين. في زين المراه ينشهلوا العيان، هذا الزين لو كان شافوه العيارين معلوم ونشر خبره في الجرنان. عينيك الحلوه اللي تراني هكاك. الله يعطيك الصحه. حبيت نرجع كوثر باش نقول لك اللي انا فرحانه اللي خدمت معاك. يسلمك. وفرحانه اللي تعاملت معاك. وفرحانه اللي عرفت راجل كيفك، انت راجل شهم ومتربي ومتخلق.
لياد، علاش تبكي؟ هذا المحبة اللي بيني وبينك إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. كيما أنا نحبك، الناس كل راهي تحبك. يسلمك. ليكيب كلها تحبك وفرحانة اللي أنت خدمت معنا. يسلمك بارك الله فيك. وما تنسيش باللي النورية الجزائر كاع ماشي وهران ولا الجزائر ولا. كل من يشوفوني أنا بلاحة. إيه. يقولوا لي كيراه داير النورية؟ نقول لهم راهي بعيدة عليا. هذيك مو عينية اش ندير لها؟ يا لله يا لله بقوى سعدي. يا سيدي ان شاء الله كل عام انت حي بخير. ان شاء الله بخير. ان شاء الله ربي يحييك لامثاله. امين. وزيد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ديما نتعاملوا مع بعضنا. ما تعرف قداش عنا نخدموا مع بعضنا؟ على بالي يعني شحال من سنة. ايه. ناس مليح سيدي، تجمعي فاميلي ولا الاول والثاني، عاشور الاول عاشور الثاني. نعم. عاشور هذا في السنة. وانا بكل صراحة متمني يعني كيما راني لو كان نجبر يعني هذا الشفيق بركاني يكتب لي عندي وانا وياك مسرحيه تاع ساعه وربع باش نخدموها في كاع المسارح الجزائر وتونس والمغرب. خلاص نقولوا له شفيق ان شاء الله. ان شاء الله نقولوا له حتى هو زيد ان شاء الله. ربي ينجحه ويوفقه على خاطر بالحق ممتاز. وزاد جعفر قاسم نقولوا له زاد ميرسي اللي لمنا مع بعضنا. جعفر قاسم ربي يبغاه وراه خدم كاع أمة محمد وكاع كلاهم مع الكسرة. نشكروه ونشكرو يعني هاد ليكيب اللي راهي معانا هنا تاني نشكروها. نشكروا الناس الكل. والله يحفظهم ويسترهم إن شاء الله. إن شاء الله. سيدي عيدك مبروك زيدا، كل عام وأنت حي بخير. أنت كذلك عليك مبروك وتعيدي بالصحة والسر، وأمة محمد كاع تعيد بالصحة والسر. إن شاء الله. كل عام وانتم حيين بخير، عيدكم مبروك وان شاء الله ربي يحييكم لامثاله، وان شاء الله يا ربي العام الجاي نشوفكم في خير. نقول لكم باي باي وملتقانا ان شاء الله في ايام اخرى ان شاء الله جديده. شكرا. شوفريت تونسوس، نستحقوا كيلو شوفريت، زوز مغارف زبده، زوز مغارف زيت زيتونه، ثوم مهرس، معدنوس، فلفل الاكحل، ملح. وللصوص نستحقوا زيت الزيتونه، معدنوس، زوز مغارف كبار طماطم معجونه، مغرفه فرينه، زعتر، ورند، ملح، فلفل الاكحل، كمون، سكنجبير، كيس مرقه حوت وهريسه. غاولوا غاولوا مولاي ارجع مع راس الحبشة. امشي امشي بيجي. من الكروفات للحبشة بن عمي. كرتا وارش ثبوذي اكدت نتمني عندو عندو عيغي فكرتا وارش ثبوذي اكدت نتمني جلد خاك عبالك يعني الله كوير الراب عيبك انا رابوني لا اوكي بابا